Yeah, but why did NATO expand in the نعم، first ولكن place? لماذا توسع الناتو أصلاً؟ لماذا قبل كل ذلك كانوا يتحرون أمرا يقومونه؟ والحروب انتهت منذ عهد قديم، فإذا ما الغرض والمغزى من احتواء من توسع الناتو ما عدا احتواء روسيا؟ وأعتقد بأن هذه مسألة ستجادل على مدى سنوات. طبعا أنت محق بالفعل بأنه كنتيجة لهذا النزاع لدينا دول انضمت وترغب في الانضمام إلى الناتو. كل شخص لم يقم بالموافقة غير المشروطة لانضمام السويد، بل هناك شرطان. أولا كفاءة أعمالهم ضد الإرهاب، لأن الجميع ليسوا مقتنعين بأن السويد كانت تقوم بذلك. والأمر الثاني، هناك شرط آخر أو شرطان ربما. الأول هو قبول تركيا داخل الاتحاد الأوروبي، وهي ما تحاول القيام به لمدة 50 عاما. ورقم اثنان، يرغب من F-16، وبايدن قد ذكر بأنه لا بأس في ذلك، ولكن حتى بايدن لا يستطيع أن يضمن بأن الكونغرس سيعترض على ذلك، لأن هناك عددا من أعضاء الكونغرس الذين سيعترضون على أن تحصل تركيا على F-16. فإذا أردوغان يرى بأن أي شرط ربما يوافق عليه هو كأي أمر آخر، اللوبي، وأن تضعه على الرف وأن تتغافل عنه. لديهم طريقتهم، لديهم السويد ولديهم فنلندا بالفعل، ولكن أنا أعتقد بأن أردوغان سوف يمسك تماما بالأمر ويتعجل هنا. وأعتقد أن أيضا لديه هنغاريا التي تعارض انضمام السويد. فإذا لديك كذلك عددا من الدول الأوروبية الأخرى، وهي دول ناتو، وهي لا ترغب في أي أعمال عدوانية ضد روسيا، لأن ليس لديهم القاعدة الصناعية لذلك، لا يستطيعون دعم ذلك إلى الأبد. فإذا ينبغي أن يحدث أمر ما. أعتقد ستكون هناك دفعة داخلية من لهذه الدول من أجل أن تدعو كلا الطرفين من أجل تجميد الأمور حيث هي، وأن تجلس كما ذكر كيسنجر منذ عدة شهور في زيلنسكي، تجميد كل شيء في مكانه والتوجه إلى المفاوضات من أجل تسوية أبدية. ولكن نحن لم نبلغ هذا الآن. وقد الهجوم المضاد الروسي قد نرى المزيد منه في يوليو والشهر القادم.